الأطروحة نيجب على الدولة تدريس الدين في المناهج في المدارس الحكومية. ده راجع عندي لنقطتين. النقطة الأولانية إن فكرة تدريس الدين هتؤدي إلى التمييز بين الطوائف وأفراد المجتمع، وده معارض بالنسبة لي فكرة إن إحنا كلنا واحد، وده كمان طبقا للدستور المصري لمادة 53 اللي بتنص على إن الأفراد كلهم متساوون ولا تمييز على أساس الدين. كمان الدستور في المادة دي بيلزم الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز. النقطة الثانية إن في تعدد في الأديان والطوائف بالإضافة إلى عدم وجود الديانة بالنسبة للبعض. وهنا في ثلاث إشكاليات. الإشكالية الأولى إن إحنا أصلاً عدم وجود إحصائيات للدولة بعدد الأفراد المتابعة لكل ديانة وطائفة من سنة 96، ودي كانت آخر حاجة معلنة. الحاجة الثانية إن مثلاً وجود حالات أصلاً للخلع بسبب تغيير الديانة بالنسبة للزوج وصلت حوالي 6500 حالة في سنة 2015. الحاجة الثالثة إن الدولة المصرية أصلاً لا تعترف بوجود بعض الديانات زي البهائية والقديانية، وبالسببين دول أنا يعني بسبب النقطتين دول أنا شايف إن إحنا ما ينفعش إن الدولة تجبر على تدريس الديانة في المناهج بالنسبة للمدارس الحكومية.